السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في مادة التربية الإسلامية للصف السادس. سوف نكمل اليوم يا أحبائي درس الإقليم. بداية مراجعة سريعة على الجزء الأول. عرفنا أن الإقليم هو تحويل الشيء عن وجهه لغة، أما اصطلاحا علينا بنطق النون الساكنة أو التنوين ميما إذا أتى بعدها حرف الباء. هيا نجيب على هذه الأسئلة. أنباءهم، يجب علينا أن ننطقها ونكتبها كيفما ننطقها. أنباءهم تكتب هكذا. إذن ماذا حدث فيها؟ نعم، أقلبت النون إلى ميما. لماذا؟ لأن النون الساكنة أتى بعدها حرف الباء، إذن حكمه إقلاب. من بعد، انتبهوا، نحن لا ننطق النون الساكنة بل نقلبها إلى ميما مع الغنة، لا تنسوا الغنة. أبدا بما تكتب هكذا، ولكننا لا نكتبها في الكتاب بل أننا نعرض هنا كيفية نطقها فقط. عليم بذاتي، فضل بل. ننظم مفاهيمنا حول الدرس. تعريف الإقلاب اصطلاحا هو تحويل النون الساكنة أو التنوين عند حرف الباء ميما بغنة. حروفه هو حرف واحد فقط وهو حرف الباء. أمثلة للإقلاب: أنبئوني تكتب في المصحف هكذا، الرسم العثماني. من بعد تكتب هكذا، أنباءهم تكتب في المصحف هكذا، وتنبت تكتب هكذا. هيا نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. حرف الإقلاب الوحيد هو، نعم أحسنتم، هو حرف الباء. عند تطبيق حكم الإقلاب نقوم بقلب أي منهم؟ هل نقلب الباء إلى ميم؟ أم نقلب الباء إلى نون ساكنة؟ أم نقلب الميم إلى باء؟ أم نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة؟ أحسنتم، نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة. علل إقلاب النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاء بعدهما حرف الباء. لماذا؟ لماذا يحدث حكم الإقلاب؟ نعم، لسهولة النطق، لأن الميم تشارك الباء في المخرج، مخرجهما واحد وهو الشفتان، حرف الميم أي أم. عندما أريد أن أعرف مكاني أو موضع المخرج لكل حرف علي أن أضع ألفا ساكنة قبل الحرف. الشفتان ومخرج الباء من الشفتان، لذلك الاتفاقهما في المخرج. والآن حين دوركم في حل هذه السؤال، وهو ابحث عن اسم الجائزة العالمية للقرآن الكريم التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة مبينا أهدافها والمستهدفين فيها، ثم نلخصها، بعد ذلك سوف ترسلها لي عبر موقع هورايزون. انتهى الدرس، حفظكم الله ورعاكم، ولا تنسوا الواجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.